السلام عليكم، صباح الخير او مساء الخير. بقول لكم هالقصة قصة امرأة، وانتوا عطوني النتيجة وقولوا لي، كتبوا لي هل دهاء ام ذكاء ام خبث. القصة طبعا سمعتها من مصدر موثوق وفعلا، واعتقد لو اقول اسم تعرفونه كلكم. على كل حال، القصة تقول بان رجلا خليجيا تقاعد، وبعد ما تقاعد طبعا كما يفعل البعض على طول راح تزوج بالسر، زواج رسمي، كل شيء اوكي رسمي، وجاب بني وتوفاه الله، ما تن في هالتقاعد. في يوم العزاء طبعا مضى تقريبا، توفى بعد زواج يمكن سنتين سنة اقل شيء من القبيل. على كل حال، في العزاء في النساء، طبعا العزاء للنساء صار وين؟ في صار في بيت ابوه، بيت اهله، ابوه موجود وامه موجودين، لكن مسكين هو جاته احتمال جلطه. عندك سيارة؟ عندي لك متجر عند اشياء حلوة، متجر زين النسائي لمستلزمات السيارة، لا يفوتك. حياك، تعالي شوف ايش عندنا، ارفع الشاشة. وبما ان العزاء صار في بيت ابوه، فمن الطبيعي اللي بيحضرون غالبيتهم معروفين أو أصدقاء أو أهل أو جيران أو ما شابه ذلك. اللي حصل، جات زوجته الثانية الجديدة، شد ما حد يدري أنه معرس وفي يده بنيتها، جات عرفت البيت بطريقة ما، دخلت حاولت تبي تعرف وين أم رجلها، عرفت بطريقة ما أم رجلها، فراحت لها وتخلف عليه وسلمت عليه وحبت رأسه، قالت له أدي بتتفاجئين بس أنا جيت أدق الحديد وهو حامي، أنا ترى زوجة المرحوم تزوجني ثاني بالسر، وزواج شرعي ورسمي وكل شيء، وهذا طبعا جابت أظن عقد النكاح أو دفتر عائشة من هالقبيل، وذيك ما تدري. ذيك طبعا الأم انصدمت، وقدام الأم في الجهة الثانية زوجة المرحوم أم عياله، طبعا اللي هي الزوجة الأولى، الأم حست بأن حست أنها دخلت في دوامة مو بعارف شلون تتصرف، منها يعني خبر مو بعارف شلون يعني، ومنها ان زوجة ولدها الاولى اللي قدامها اندرت بتعفس الدنيا بتدق ما يندرى، توهقت، قالت انزين اول شيء قبل كل شيء يا بنتي قعدي على جنب كأنك زار ولا تتكلمين، الله يخليش خلنا نشوف احنا ايش احنا فيه. قامت الأم أم المرحوم دقت على زوج اللي هو أبو المرحوم ذاك في عزر رجال، قالت له تعال أنا في مأزق لا أحسد عليه، خير؟ قالت له كذا كذا كذا، قال إنا لله وإنا شان، قال إنزين حاولي تسيطرين على الموقف لا ننعفس، إحنا بروحنا في مصيبة. طبعا المرحوم يمكن عمره تقريبا في 50. جل أبو المرحوم جل بيت حضر ونادى حق زوجة ولد الثاني اللي قالت أنا زوجة الثاني، قال تعالي تعالي، راح معاها غرفة، طبعا هم يشوفون شوي في حركة، ومن قام أبو المرحوم خذ زوجة ولد الثاني المزعومة وراح معاها إلى غرفة ثانية المجلس، قعد معاها يبي يستوضح أكثر، قالت باختصار يا عم ولدك تزوجني بالسر، وكل ما أقول له أعلن قال بعدين بعدين بعدين، وأنا جبت بني والحمد لله كل شيء مسجله، وهذا عقد النكاح، والله فيها عقد النكاح رسمي ومسجل عند المحكمة الفلانية. إنزين، قالت له أنا ما بي يطوف العزو وبعدين تستقر وأنا بعدين أتلعوز، وذا حق بنتي وحقنا وارث، فأنا جيتكم في هالوقت، أنا مو براعية شر ولا راعية مشاكل، كل ما في الأمر أني أنا بنتكم مثل ما ذيك بنتكم، فأنا بنتكم. طبعا كانت محترمة وتحترمها، فقال لها يعني سمعها الكلام الطيب وذا، وقال لها إن شاء الله خير ولدي زين، فهو حاول يقترح لها أنه هي تروح، قالت له لا يا عم أنا عندي شرط ضروري، ضرتي تدري أنا عيالها كبار ولا أدري شو صفة، أنا أبي أدق الحديد وهو حامي. حاول يقنعها، قالت لا إذا أنتم ما تعلمونها أنا أروح، أقول أنا مو طالبة شر، وبعدين اللي يتزوج متوفى يعني إيش بتسوي إيش بتسوي. وصلوا إلى نقطة بأن العم اللي هو أبو المرحوم ينادي زوجة ولد الأولى ويقول له تعالي والموضوع كذا كذا، وهذا أنت وهذا ضرتك، واللي جمع بينكم توفى، فلا تتهاوشون يعني بهالمعنى طبعا، أوكي، فقط عشان تكون في الصورة. فعلا راح نادى لها، وطبعا العم مو بعارف شو اللي بيصير، ولكن فوض أمره إلى الله. جاءت الزوجة الأولى وأيضا عندها طفل صغير يعني بنت أو ولد، تقابلت الضرتان في الغرفة، وكل واحدة فيهم ما تعرف شو الثاني، لكن موقف شيء عجيب. قال العم قاعد انت منك وانت قاعد على منك، ابتلش توفى الولد. قال لها اسمعوا يا بناتي صلوا على النبي،
اللهم صل على محمد واحد. يا أم فلان يا الزوجة الأولى ترى الموضوع كذا 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 كذا. فيا بنتي اللي بتتهاوشان عليه واللي بتاخذكم الغيرة عليه توفى رحلة إلى ربه، فأنا أخاطب فيكم العقل والتكان وكذا، وانت الآن عندك واوا. المهم أعطاها ذيك محاضرة، قالت الأولى سمعوا سمعوا سمعوا، قالت الأولى قالت هذه ذي اللي خذها علي. طبعا تفاجأ الأبو، وطبعا وزوجته موجودة اللي هي عجوزة النسوان، تفاجأوا بأن المرأة الزوجة الأولى ما انصدمت، يعني ما كان متوقع أنها تنصدم، متوقع يعني متوقع لها ردة فعل غير، فتفاجأوا برد فعلها البارد بأن قالت هذه اللي تزوج علي. أنا أدري أن ولدكم متزوج علي من سنتين. ها شلون تدرين؟ زين يعني انت ساكته ما يعني كيف يا هل كيف؟ قالت له انا بقول لكم القصه شلون. تقول مثل ما تعرفون هالايام حياتنا كلها مربوطه بالتقنيه والتكنولوجيا، فانا كانت لي شغله معينه معامله معينه وعرفت ان اتزوج علي. زين علم انه ما كان يعطيني دفتر عائله كلش يعني، وكان يعني حريص انه بس بطاقتي. ف تقول أنا انصدمت في وقت أنه أي ابن الذين أثرك زوجت عليه. تقول طبعا مثل حال أي امرأة انصعقت ويعني تمنيت الأرتب العنية، بس تقول اتصلت على أبوي أو رحت حق أبوي قلت له علمت السالفة، قال لها سمعي يا بنتي أخذي الكلام من قاصرة، أنا ما أبي أقول لزوجت غلط أو صح، لكن مهما تزاعلتوا ترى في النهاية ما ردش بترجعين له، عندكم عيال ومضى عليكم سنوات، يعني الآن أنت عمرك على مقربة من 50 يعني بترتجي متأخذين واحد شباب، وأنت ما شاء الله عندك عيال وعرستي، فأخذيها من قاصرها يا بنتي واحتسبي أمرك. تقول فالوالد اقنعني بفنه أني أنا أقعد بيتي وأحتسب أمري وأسكت وأبلعها وأخذها من قاصرها، لأن انطلعت وتركت معناته أنا بخلي له حياة جديدة وبفتح له باب جديد وبخليه يحقق أمنيته أنه ينسعد. فتقول وقتها أنا قررت قلت خلاص أنا إيش بسوي. تقول وتميت ساكتة وسويت روحي كني ما أدري كلش كلش ما أدري ليش يا غبرة. تقول أنا اكتشفت أثر طول ما إن أنا ما أدري وهو يغبي عني، أثر الرجال قاعد يعيشني في دلال، واللي أبيه يستوي والفلوس والكرم كل ذا علشان يبي يغبي عن جريمته، يبي يخبئ جريمته. فتقول تعال ليش أنا الحين أنفضح أو يعني أفتح للموضوع وأتزاعل وأروح بيت أهلي، خلني أعيش ملكة على كبده. فتقول لاحظ أثر طول ما أنا ساكتة معيشني في الدلال والسعادة، يعني على مود أنه لا تدري أن أتزوجت عليك وبيقص علي بالفلوس والكرم والراحة والجية والدلع والدلال. تقول شفت أشي ما شفتها الثلاثين سنة اللي مضت. فتقول أنا سكت من باب أنه خلنا أحلبه فلوس، أحلبه دلال، أحلبه سعادة، كذا في كل الأحوال هو عايفانية، فخلنا يكون ضغط عليه نفسي أنه هو يتعب ويكدح وغصبا عليه من وراء خشمي يدلعني ويدلني ويسمع كلامي ويدهين لا تنكتين. تقول ذا يعني يبقى أهون مني أنا أروح بيت أهلي. تقول ولا أنا أصلا ما حبيته ونزع عفوا آسف نزعت حبه من قلبي وكرهته. إنزين لكن يعني خلاص سكت، لكن دام أنه يمثل علي بالسعادة والكذب والجنبزة أنا سكت، لكني أنا كنت أيضا أحلبه. فتقول تميت هالفترة كلها حلبته بما لم أستطيع حلبه في السنوات اللي مضت كلها، من فلوس من سعادة من دلال من دلع، كل شيء أبيه يقول لي يسوي لي، كل شيء يعطيني، وأنا عارف أنه هو يكذب ومجرم، لكن شو أسوي. تقول وأما الآن بها أقول لكم أن أنا أصلا ترى نزعت حبه ولا أحبه الآن، وأصلا وفاته بالنسبة لي افتكيت من الشخص اللي طعنني بالسكين وعرس علي عقب ما أنا عشت معاه 30 سنة. والحين اشتبون انت الحين خلاص الورث وزعوا وهذا العيال وهذا احنا، شو بدكم أكثر من هايك؟ قام أبو الولد التفت في داخل قلبه يقول والله أعلم، لا يا مجرمة ذيك سمعته، قالت له والله ولدك المجرم.